يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هل يشترط عند طلب الدعاء من الغير، نعم، هل يشترط عند طلب الدعاء من الغير أن يكون المطلوب منه الدعاء رجل صالح، أن يكون المطلوب منه الدعاء رجلا صالحا؟ اي نعم، لأنه أرجع للقبول، الرجل الصالح أرجع للقبول. تطلب من رجل فاسق، تطلب من رجل صالح لأنه أرجى للقبول من الله سبحانه وتعالى. نعم.